وعشان اتكلم على منظومه كره القدم في مصر هاخد خبر طبعا هزيمه منتخب الناشئين. منتخب مصر الناشئين كان عنده مباراه مهمه جدا، مباراه يعني ما كانتش مستحمله حتى التعادل، وخسر امام المنتخب المغربي 2-1. الحقيقه كلنا طبعا زعلانين، كلنا كنا نتمنى الاستمرار في البطوله ونطلع بطوله افريقيا المؤهله لكاس العالم، ولكن للاسف خرج منتخبنا للناشئين مواليد 2006 بالهزيمه امام المنتخب المغربي. الخطوه الجايه ايه؟ يمكن اتكلمت مع حضراتكم الخطوه اللي جايه ايه؟ كنت بتكلم وكنا نتمنى اكيد فوز المنتخب المصري بعد فوزه على تونس، وكانت مباراه المغرب دي مباراه فيصليه بالنسبه لنا، لكن خلينا نقول ان هل اتحاد الكوره تاني على مدى التاريخ هيمسك كرسي في كلوب ويديها الجهاز الفني يمشي، اللاعبين خلاص يمشوا والفتره اللي فاتت دي يتقفل عليها وكانها لم تكن؟ للاسف هو ده اللي بيحصل في تاريخ الكره المصريه، تاريخ منتخباتنا على مستوى الناشئين والشباب والمنتخبات الاولمبيه. انا عايز اقول لحضراتكم ازاي الناس بره بتشتغل، والكلام ده انا قلته قبل كده. المنتخبات الشباب والناشئين والاولمبي ما هو الا مصنع لتفريغ اللعيبه المميزه الدوليين للفريق الاول. وبالتالي لما انت بتشتغل مع منتخب ناشئين، هل الغرض منه الوصول للبطوله الافريقيه، الحصول على البطوله الافريقيه والوصول لكاس العالم؟ ده تارجت، ده تارجت اكيد مهم جدا. لكن الاهم من كده انك من خلال تجمع هذا المنتخب طلعت بيه بايه؟ طلعت باثنين ثلاث لعيبه، لاعب اثنين ثلاثه اربعه. فالقصه عايز اتكلم ان ايه ما بعد؟ يعني ايه بكره هيحصل ايه؟ خلاص قالت المدير الفني وخلاص المجموعه دي مع السلامه شكرا، واكنك ما حضرتش منتخب مصر واكن ما كانش فيه منتخب، ولا هنمشي بشكل علمي احترافي ان بيتقدم تقرير من المدير الفني خلال فترته اللي فاتت والله حصل 1 2 3 4. الكلام دوت كل ده الكلام بقوله لك ده بيشتغلوا فيه من زمان بره، يعني ده شيء يعني لوجيك، ما بتكلمش في حاجه يعني جايه من الفضاء. الناس دي خلاص منتخب خلاص خرج من البطوله، ولكن الفتره اللي فاتت تعالى يا كابتن، تعالى يا مدير فني، فين تقريرك؟ التقرير الفني مهم جدا، لازم التقرير الفني يكون مهم علشان الولاد المميزين في هذا المنتخب لابد ان يستمروا. مش هقول لك يستمروا مع منتخب خلاص خلص، لكن لازم يتحط عليهم سبوت ان موجودين، ده ممكن يتاخدوا بمنتخب الشباب المرحله الاعلى. دي نقطه، الولاد المميزين دول لازم الانديه تشتغل معاهم، يعني بتبعت ريبورت والله ده فلان ده باك يمين بروميسنج جدا، مش معنى ان احنا خرجنا من البطوله وما فيش منتخب الراجل ده يترمي، لا ده يتعمل له تقرير ويتحط عليه ريبورت لمستوى اتحاد الكوره ومستوى النادي بتاعه، الولد ده مميز جدا اشتغلوا عليه في النواحي كذا 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 كذا، علشان الولد يتطور والولد يبقى موجود على مستوى منتخب الشباب وبعديها منتخب اولمبي. السلسله دي مش موجوده في مصر للاسف. السلسلة ديت منتخب الشباب بيخرج من تصفيات أفريقيا مع السلامة هد المعبد، من غير أي تقارير فنية، من غير رأي المدير الفني في بعض اللعيبة، من غير ما نحتفظ بالولاد المميزين. ما هو مش معقول منتخب كان فيه 25 لعيب كلهم وحشين، مستحيل، أكيد على الأقل فيه 4 5 ولاد 6 لاعبين بروميسنج يعني جايين عايزين يتطوروا بشكل أو بآخر، فلازم الملف ده يشتغل عليه بهذا الأسلوب.